شهد ملعب 20 أوت أجواء استثنائية بمناسبة اللقاء الذي جمع شباب بلوزداد بنظيره جمعية شلف في إطار الدور الربع النهائي من منافسة كأس الجمهورية التي تعتبر هدفا رئيسيا لكلا الفريقين، خصوصا بعد تقلص حظوظهما لنيل لقب الدور. الشباب دخل بقوة في اللقاء وكان السباق لأخذ المبادرة، اتسجلنا 3 محاولات كاملة في 10 دقائق الأولى، والبداية مع كرة أكساس في الدقيقة الثالثة تلتها قدفة عمور التي تصدى لها الحارس غالم. معمري هو الآخر لم يحالفه الحظ بعدما مرت رأسيته جانبية. رتش الفاوة كان عن طريق ركنية مسعود التي أربكت دفاع الشباب واستدعت تدخل الحارس أسرير. كرة دائرية من عمور كادت أن تخادع الحارس الشلفاوي. أشبال المدرب سعدي خرجوا من منطقتهم في التوت الأخير من الشوط الأول، حيث كاد زازو أن يفتتح باب التسجيل لولا مدافع الشباب عبداد الذي أبعد الكرة من على خط المرمى. بعدها بخمس دقائق فوت غربي على فريقه فرصة أخذ الأسباقية بعدما أساء التعامل مع الكرة. آخر محاولة خلال الشوط الأول كانت لسليماني في الدقيقة 42. الشباب دخل المرحلة الثانية بعزيمة كبيرة للفوز بالمباراة واقتطاع تأشيرة التأهل للدور نصف النهائي. وفي الدقيقة 55 أعلن الحكم عبيد شارف عن ضربة جزاء لبلوزداد بعدما لمست الكرة يد مدافع شلف معمر يوسف، تولى تنفيذها بنجاح هداف الشباب إسلام سليماني، محررا بذلك أنصار الشباب الحاضرين بقوة فوق المدرجات. مسعود حاول الرد على سليماني لكن كرته تنتهي بين أحضان حارس أسرير. سليماني أهدر فرصة قتل المباراة في الدقيقة 66 إثر توزيعة بوقجان. الشباب نجح في إضافة الهدف الثاني عن طريق المخضرم عمور، لكن الحكم المساعد رفضه بحجة التسلل رغم أن الإعادة تبين شرعية الهدف. الدقائق المتبقية لم نسجل فيها الكثير من قبل لاعبي الجمعية الذين اكتفوا ببعض المحاولات المحتشمة، عكس أبناء العقيبة الذين وصلوا الضغط وكان بإمكانهم إضافة أهداف أخرى لولا القائم الأيسر الذي حرم عواد من مضاعفة النتيجة. وكادت الجمعية أن تخطف هدف التعادل في الوقت بدل الضائع لو استغل زاوية الخروج السيء للحارس أسرير. ليعلن الحكم بعد ذلك نهاية اللقاء بفوز الشباب الذي يتجه بخطى ثابتة لتحقيق اللقب السابع في منافسة الكأس.